عاد لاحقيني هنا. هلا والله براعي التميس البطل. مرحبا. وين حقي؟ زاد سلطم حبيبي. كفو. بسم الله. لا اله الا الله. طال طال ما في مالهم تكتي يا حبيبي. طال طال لازم علمتهم انت ما في مالهم. وش بك انت؟ سلطم واحد دوره. الاحسان مالهم كيف قطيتهم تميس؟ وش دورته انت تتوجه؟ هذا دوره تعليم كيف قطع هذا التميس بالضبط. اما عاد دوره فاتت تبع التميس. ايوه لازم كل الدنيا لازم تعليم. حصل حبيبي. هذا كرت رقم يوم زم هايزي انا علميت ما هالدورة كيف هذا تكتيك. هتحداك يا شيخ. ايوه. يا ابوي فين انت عايش؟ اللي ما يدخل دورات هذه الايام ما يفهم حاجه. لا وعامر ميزه الدورات التعليميه هذه تفيدك في اشياء كثيره ما تتعلمها في المدرسه وتفيدك في حياتك ترى. وغير هذا الكلام تقوي السي في تبعك يا ابوي. دوره من هنا دوره من هنا بدل ما انت مبروي شهادتك الثانويه وجالس في البيت. اتحداك هذا الكلام اللي يجمد على الشارب. بس المشكلة الدورات المجانية تراها قليل جدا والدورات اللي عليها الكلام تهز الجيب شوي دراهمها واجد. الحين زاد تسدح بالبيت وتبطح عاطل باطل وجاي تبي قروش بعد؟ يا يبا الفلوس دي ما نمسافر بها ولا نمستانس. هذه رسوم دورة تدريبية. وش دورته؟ زي الدروس يعني تقدر تقول جامعة صغيرة نروح لها ونتعلم منها حاجات جديدة تفتح لنا أبواب رزق يعني بصير مثقف. بس يا عامر ما كنا المبلغ اللي طلبته واجد؟ أي واجد يما أقل دورة تدريبية الآن 1000 ريال. أنا بعطيك القروش بس تراها دين. دين دين أبشر بعزك. السلام عليكم. سلام. عندكم دورات؟ أي دورة بغيت؟ دورة المياه. تستهبل؟ لا أقصد يعني دورات هذه اللي تنحط مع السيرة الذاتية اللي تعزز للثانوية وكذا. تفضل عند الاستقبال استفسر منهم. أتحداك يا سكنت البطل. اديني بد اديني بد اديني بد اديني بد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل كيف بدي أخدمك؟ كم الدخول يا ولد؟ دخول وين أخي؟ أقصد وين يقصون التذاكر؟ يا حرا حريشك يا زلمه شو قصة تذاكر؟ شو فايت على سينما انت؟ قصدك اسمه رسوم الدوره. هاي اخي الكريم بامكانك تفوت على الموقع الالكتروني تبعنا وتسجل فيها. بما انه اليوم اخر يوم بالدوره فيك تدخل عليها وتاخذ فكره وتسجل معنا بالموقع الالكتروني بالدورات الجايه ان شاء الله. ايه طيب وشلون ادري ان الدوره جت؟ بسيطه. شرف يا استاذ. وين راحت الدوره؟ بسجل لي اسمك هوني ورقم تليفونك وإيميلك ورحنا نرسل لك كل شيء على إيميلك. بوصل لك كل شيء يعني جاهز كل شيء جاهز. لا وأنا أخوك فكني من الرسائل والإيميلات هذه ما أعرف لها. خلاص خلاص مو مشكلة أنا بدخل تويتر وفتش عليكم. أنتم جن في كل مكان. حبينا نخدمك رحنا. يا حر حريشك. مثل ما ذكرنا سابقا لا شيء قابل للفوات كما أن كل شيء قابل للصواب والخطأ. أنت معايا ولا نايم؟ صح صح يا بويا صح صح. خصوصا أن كثير من الناجحين في العالم حققوا أهدافهم بعد سن 40. المهم التفاؤل والنظر للجزء المملوء من الكأس وعدم اليأس. معلش معلش يا عامر والله انا اسف. لا عليك يا كفته كل شيء في الحياه قابل للصواب والخطا. خذ هذه الكره واستمتع بوقتك انت واصدقائك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش ابو عامر اكيد رقم جني. انا بس بعرف وشلون تجيني رسالة اني قاطعني شعره وانا ما عمري قطعت شعره؟ شلون علميني؟ يا ابن الحلال يمكن انك ناسي ولا ساهي؟ ساهي؟ والله ما ساهيت. ماني ببزرنا. خير يبا. جايتني رسالة يقول لك قاطعني شعره وانا ما قطعت شعره. الامر الايجابي في الموضوع انه لم يقع حادث سير عندما تجاوزت الاشارة وتوفيت لا سمح الله. انظر الى الجانب المملوء من الكأس. وش كأسه؟ أنا ما عمري قطعت أي إشارة. عامر وش فيك؟
انت ما تشوف ابوك معصب؟ وبعدين تعال ايش تتكلم كذا؟ الا تؤمنون بالتغيير الايجابي؟ الا انا بالتغيير الايجابي. ابى اقوم ارمغ فيك لما يتغير لون وجهك. اذهب. ان العوامل المؤثره على الذات ينعكس تاثيرها على الادراك مما يتجسد فسيولوجيا وسيكولوجيا على الشخص، ويولد هالات سوداء تنعكس على مكنوناته ويتفاعل معها طرديا في تعامله مع المجتمع. طيب التفاعلات التأثيرية تنبثق من الفسيولوجية أو السيكولوجية؟ كلاهما ينصب في بوتقة اللاوعي، مما يقود الشخص لمرحلة طويلة من التفكير في حلقة مفرغة لا نهاية لها. طيب تظهر بعد سن 40 أم قبل سن 40؟ سؤال مهم يا ابني، لكن الانتكاسات والنجاحات لا عمر لها. من لا شيء تستطيع عمل شيء. كملي الإنجازات وجدت من العدم. معلش ممكن توضح لنا يا أستاذ؟ لما تخرجت من الثانوية العامة أهداني أبوي مبلغ بسيط حوالي 100,000 ريال، كونت بهالمبلغ شركة عقارية صغيرة. بعد الجد والمثابرة استطعت أني أحول هالشركة العقارية الصغيرة إلى شركة عقارية عالمية. بس لا مؤاخذ أستاذي، يعني لو أي أحد فينا معه 100,000 ريال أكيد راح ينجح. طيب ما في أي أسباب أخرى للنجاح؟ لو أي واحد فيكم حصل على المبلغ أنا متأكد أنه يا حيسافر فيه أو يصرف في كماليات وأشياء ما لها داعي. ليس باستطاعة كل إنسان أن يكون عصامي. خير، وش فيكم؟ زوجها الله يهديه تهاوش معها وجدعها عندنا في البيت. طلقها؟ أعوذ بالله من فالك، لا، هي بس شوية مشاكل. مها، فهميني وش الموضوع بالضبط؟ العيشة مع ما تنطق، لسانه مرة طويل وبس يجلس يخاصم يهاوش، أنا ما أبي خلاص. خلاص، موضوعك بينحل، بس سمتك فين؟ خلينا لحالنا. مها، المزاج هو خليط بين قناعات مكتسبة ومكنونات داخلية ومؤثرات خارجية تتكون من انفعالات الفرد اتجاه الوشو يا ربي هذه نسيتها. عامر واللي يسلمك بلا فلسفة وقرقرة زايدة، اللي فيني مكفيني خلاص، لا تخليني أحد حرتي فيك. لا خلاص تذكرت، اتجاه المجتمع الصغير الذي يحيط به. عامر خلاص عندي الحل. أخواتي، الكثير منا لا يعي أن الحب شيء ثانوي في الحياة الزوجية، وأن المهم والأهم هو التفاهم والاحترام. أخواني، يجب أن أعرف ماذا يكره الطرف الآخر حتى أتجنبه قبل أن أعرف ماذا يحب. الحقيقة أنا اطلعت على الدعوة كاملة، لكن ودي أسمع التفاصيل منكم وأبدأ بالمدعية. تفضل يا بنتي. شوف يا شيخ، الحياة مع ذا الإنسان لا تطاق نهائياً. تخيل أنه يضربني ويعذبني ويشك فيني، ولا وفوق هذا كله مقصر في نفقة عياله. الحياة معاه جحيم في جحيم يا شيخ. تقر بهذا؟ تذوبه يا شيخ، والحريم كذابات ما ينخذها رجل. وإذا على الضرب ضرب الخفيف ما يوصل للمحاكم يا شيخ. شكرا لك، على خير إن شاء الله. أنا آسف يا جماعة قطعت الحوار أكثر من مرة، بس والله مجبور يا جماعة، اتصالات ومهام وشركات، وهذا يقول وينك وهذا يقول خلصت الموضوع لما خلصته. خلوه على الله، الله لا يشغلنا إلا في طاعته. يا أخي ما شاء الله عليك، دائم مشغول وجوالك ما يسكت. جوالي ما يسكت وانطفى أكلت هوا، لأني متعاقد مع شركات إعلامية ومؤسسات ومنظمات ومدرب معتمد ودورة هنا ودورة هناك، هذا حال الدنيا. وعسى إن شاء الله المردود المادي زين إن شاء الله. السؤال هذا أنا ما أقبله منك أبدا. إيش المادة والمادة؟ أنا ما أهتم بالمادة، آخر شخص يفكر في الفلوس أنا. هذا وسخ دنيا. أهم شيء خدمة المجتمع والبذل والعطاء، الباقي فلوس تروح وتجي. يا أخي ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، كل شيء تفهم فيه
وما بقى موضوع ما سويت في دوره، ما باقي الا تحط دوره ميكانيكا. تفضل. صدق فكره، ليش ما اقدم دوره ميكانيكا؟ اقدم دوره ميكانيكا، اقدم دوره طبخ، دوره ميك اب، اي شيء يخدم المجتمع انا ممكن اقدمه. انت يا رجل تتحدث عن خريج هارفارد، خريج كامبريدج، خريج اكسفورد، ما يرتاح بالي الا كل 5-6 سنوات اخذ لي شهاده بكالوريوس. والدورات هذه اللي اقدمها للناس باسعار رمزيه، هذه مجرد زكاه للشهادات اللي عندي، ولا انا موسوعه؟ يا طيبك طيبه، صراحه انا اتمنى وادعي الله كل يوم ان ولدي يصير مثلك ومنهم على شاكلتك. صراحه انت فخر للوطن والمواطن. الله يسلمك ويخليك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. وزي ما قلنا البصل ناعم. ايش ناعم؟ ناعم. والفلفل اخضر. اخضر تمام. عجيب والله عجيب. وش ذا؟ وش اللي يصير عندي؟ ام احمد ترى احمد يبا تعال معي شوي. وش اللي صاير على مين؟ وش اللي صاير يبا؟ بعدين اشرح لك بس تعال معي. ليه ليه ايش تسوي لي؟ هات عندك يبا. معلش معلش يا بنات، اسمحوا لي اسمحوا لي. الا بعرفه احد بيسير العزه. يبا هذول ما يسيرون. امي تقدم دوره تدريبيه لطبخ الاكلات الشعبيه. اجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احمد الاستاذ احمد عفوا. اي استاذ ويخربي طيب. وشلونك عساك طيب؟ بخير مال الخير. عرفتني ولا ما عرفتني؟ والله الوجه مو غريب لكن ذكرني فيك. نسيت التكية اللي في الزاوية عند الكيبل. ما تكي بزوايا انا يا جماعة. تذكر خالد ذاك اللي طقنا واخذنا في سحته؟ يا جماعة انا اذكره كويس، هو عبيد معنا في الفصل بس عليه قل صح يعني. هو مشبه على واحد ثاني، مشبه على واحد ثاني مو بنا. ماني بمشتت. تذكر يوم انقلبنا وياه على تتسر خرجنا الله. لا لا ابدا ما حصل هذا يا جماعه. بيت حبيبي شلونك انت؟ ساكت؟ الحمد لله يا انا اقدم الحمد. دورات شوف يعرفوني الشباب، اسالهم عني، اسال اي واحد في الرياض قل منه احمد اللي يقدم دورات معتمده على طول يعرفوني. انا اقدم دورات وباسعار رمزيه، وعشانك لك خصم 30% في الفندق اللي جنبنا ان شاء الله نهايه الاسبوع. اقدم دورات معتمده انا. ما يشرفني. لا انا استاذنكم يا جماعه، يبدو الموضوع فيه لبس. هو ايش يقول يا ربي؟ يقول انه مدرب معتمد ويدرس في هامبرج وكارفور. تذوب يا الربع، انا اعرفه. عايد انا وياه ثالث ثانوي 5 سنوات وما عداها لين نقل اهليه ونجح بتقدير مقبول. كن انت. انا كن مؤمنا بذاتك. ما فهمت شيء يا استاذ، وش تقصد؟ اني بذلك عندما تصحو في الصباح الباكر انظر الى المرآة وابتسم وقل انا احبك. يعني احب نفسي؟ نعم اعشق ذاتك. احبك يا عامر، فديتك يا شيخ، انت البطل البطل. فديت العيون الحلوه يا هو، انت احسن واحد بالحاره. يلب الثوب البني بس يهو، انت يا بني يا بني انت يهو. اتحداك يا شيخ. عجيب والله، الظاهر انك انهبلت خلاص. فصح عقلك، قاعد تطلع المراية وتحسن نفسك فيها. وش بقى؟ علمني. ها ايه ايش بقى يا فقي؟ مخروش انت مخروش. لا بس ما انصحكم تكونون انتم. يا شباب انتوا افضل لعيبه محليين، بس ينقصكم الثقه. اهم حاجه الثقه بالنفس. اديكم مثال، حسين شعرك اخضر، ها شفتوا؟ شفتوا الثقه كيف عنده مهزوزه؟ ما نبغى الكلام هذا، نبغى الثقه بالنفس عاليه. ما يهمك احد، خلي ثقتكم بنفسكم عاليه. حطوا براسكم حتفوزوا، والله باذن الله حتفوزوا. اهم حاجه الثقه. شكرا شكرا بارك الله فيك، والحقيقة تشكر على هالكلمة الحلوة. أتمنى إنه هالكلام الطيب وصل لأبناء اللعيبة علشان نحقق الفوز وننتصر. وش
أجل ثقة بالنفس ها؟ وأقنع نفسك. هذا حنا لقمنا منهم أربعة. طيب يا أخوان، أطلب من كل واحد منكم الآن يوقف مكانه ويخلع ثيابه. إيه سلامات يا أبوي. طقطق علينا أنت، شايفنا هطوف عندك، وش اللي أخلع ما أخلع؟ يا ابني إحنا الحين قاعدين نسوي تجربة لتكنيك إحدى وسائل الإقناع. يا أبتي انقلع أنت وإقناعك ذا. سلامات، ندفع فلوس وتخلينا نخلع؟ أبا أخلع أنا. أشغلتونا دورات ودورات، تساعدك بالوظيفة ومدري وشو، وأخرتها شفط فلوس. يا ابن الحلال أنت بعير ما تنسى، خلاص انسى يا ابن الحلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من ذا؟ أعرفك على زميل الدراسة معاذ. هلا هلا معاذ. هلا. تفضل الله يحييك. نعم الحال. حييك. نرجع لموضوعنا ياسر. الدورات هذه اللي بلشتوني فيها من يعوضني بدراهمي؟ ها؟ ياهو يا ليل أم مواضيعكم هذه، الفكونا، لا تهرجونا مع الولد. يا شباب ممكن تتطفلوا شوي وتتدخلوا بموضوعكم؟ لأني وأنا جاي من برا سامع صراخكم. عادي، تطفل. ممكن أعرف وش الموضوع؟ شجعوني أسجل في دورات تدريبية، وسجلت دورة، دورتين، ثلاثة، ودفعت فلوس. إيجابية تطوير ذات، ومدري وشو، وآخرتها ما استفدت شيء. كغ دراهم بس. حتى انطحت فيها وبعد تضحك. أنا أقول لك الفرق، هي تعتمد على كفاءات المدرب ومؤهلاته وتمكنه من موضوع الدورة والجهة التي تقدم الدورة. أنا ما يهمني كل هالبربرة، أهم شيء أعرف كيف أرجع فلوسي. أنا أقول لك كيف، بس خل السالفة بيننا. سام، مبروك، الحين صرت مدرب معتمد وزميل مهنة. أتحداك يا شيخ. يعطيك العافية، ما قصرت. يس. إذا أردت أن تتأكد بأن الخروف جيد فعليك أن تحسس على ظهره، فإذا وجدته مليان خذه، وإذا وجدته هريان فأترك، لأنك لست بحاجة إليه. هل فهمتم الدرس؟ أركب بديتك.